حدثني عن هاي النجاحات، شلون قدرت تحققها، شنو الإصرار العزيمة اللي اجت بمخيلتك خلتك تحقق هاي النجاحات؟ قرار كل واحد، كل انسان يخلي هدف قدامه راح يوصل له. وانا كانت انه اهدافي بس اقدم الافضل. كل مصور وكل شخص يجتهد راح يوصل، وراح يوصل مرحله هو ما كان بباله ولا بالحسبان. الموضوع يحتاج للاصرار، للاحتراف. لازم الشخص يملي عينه يشوف الناس شلون قاعد تشتغل، يطور نفسه. وصدقني كل شخص مثلي او يريد يتعلم او يريد يصير راح يوصل بسهوله، مجرد ما يلتزم يفكر ويعرف شو يسوي ويعرف وين يريد يروح. زين محمد، اشتركت بمسلسلات اعتقد ظهرت في رمضان، وايضا صورت لشركات عملاقة، شلون صار هذا التواصل؟ شلون جتك بي ام قالت لك يابا محمد احنا نريدك تتعاون ويانا خلال هذا المشروع؟ شلون جاك المخرج الفلاني للعمل الفلاني؟ حدثني عن هذه الامور. بالعادة الاعمال الدرامية تبحث عن التخصصات، وانا تميزت بتخصص معين بالتصوير اللي هو الدرون. بالدراما اختصيت بالدرون يعني على السنوات السابقة. انا حاليا تقريبا ما راح اقدر اشتغل بالدراما بسبب انه انا شغلي ملتزم بهواية. الموضوع الشركات، هي الشركات تبحث عن الناس اللي يشتغلون بطريقة حديثة او طريقة احترافية اكثر. احنا بكل حياتنا صار انه انت تروح العيادة او دكتور لازم تشوف الافضل او تشوف المحترف او غيرها. فالشركات هي تبحث عن الناس الجيدين، ما يعني ما مجبورة فلان شركة او فلان مؤسسة كذا اسمها، هيك شغلها، هيك امكانياتها، تروح تتعامل بطريقه رديئه او طريقه محترفيه. فلذلك انت تشوف الشركات هي تلتجئ للكوادر الفنيه المحترفه الصغيره بالعمر. احنا بهذا الوقت صارت مؤسسات الدوله هم كذلك، يعني مو فقط على القطاع الخاص او الشركات العالميه، الجانب الحكومي هم صار يهتم بالكوادر الفنيه المحترفه، لان هوايه اعمال هوايه شغل. بالعاده كانت الناس تشتغل بطريقه كلاسيكيه، فبلشت المؤسسات وغيرها تتجه للكوادر الفنيه المحترفه. نعم.